السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب المرحلة الخامسة. اليوم سوف نستمر بمادة التي دي ام. موضوعنا اليوم موضوع سهل إن شاء الله، ما يغالو يقول ذاك الجهد. موضوعنا اليوم عن التأثير لهيباتيك ديزيز على الدوزينج أوف دراكس. الهيباتيك خلينا نقول أو الليفر، هيباتيك سيستم أو الليفر، هو يكون مسؤول عن أيض أو الميتابوليزم مال الدراجز بصورة عامة. هو خلينا نقول مسؤول عن الميتابوليزم of most of lipid soluble drugs. عادة الدواء بناخذه عن طريق الفم، هذا الدواء راح يروح خلينا نقول إلى ال pass through the liver، okay، عن طريق first pass metabolism first pass effect، يروح إلى الليفر قبل ما يروح إلى السيستميك سيركوليشن. عن طب خلينا نقول بهذه العملية راح يروح هذا الدواء خلينا نقول المعطى إلى الكبد خلينا نقول، وبالكبد راح يصير له الميتابوليزم. عادة الميتابوليزم شلون يصير؟ بالكبد راح يصير عندنا إذا كان الدواء مالته هو inactive فراح يحوله إلى active طبعاً، إذا كان هو pro drug راح يحوله إلى active form of the drug، إذا كان الدواء مالتنا هو أصلاً active فعن طريق عملية الميتابوليزم راح يحول النوى إلى inactive drug. هاي خلينا نقول المين effect مال أو المين خلينا نقول function of the liver. الميتابوليزم هو تحويل من الactive إلى inactive form of the drug، أو إذا كان هو أصلاً inactive pro drug فهو راح يحول منه إلى active drug. الشو راح يصير هاي العملية عن طريق two phases. الفيز الأول هو إيش يعملنا عن طريق modification. الفيز الأول هو modification، يا إما عن طريق reduction يا إما عن طريق oxidation أو hydrolysis. عادة اللي يقوم بها هو منو المسؤول الوحيد هو السيتوكروم B450، okay، هو مسؤول عن هذه العمليات، ولذلك يكون عندنا الدراج انتراكشن. هذه خلينا نقول العملية الأولى الفيز الأول تؤدي إلى مور ووتر سوليبل دراج. إذا كان هاي العملية ما كافية، okay، راح نمر بالفيز 2 اللي هي راح يصير عندنا ايش الكونجيجيشن، يا اما راح نعمل جلوكورونايديشن مع جلوكورونايد، الارتباط مع جلوكورونايد او مع السلفيت يعملنا سلفيشن. هذه العمليه تؤدي الى ايش مور ووتر سوليبل دراج. هاي العمليه طبعا تكون ساتشورابل، ممكن انه خلينا نقول هي خلينا نقول يصير بها دوز ليميتنج. كل دواء يعني ما إلا يمر بهاي المرحلتين، أكو أدوية فقط تمر بفيز واحد، أكو أدوية فقط تمر بفيز تو، أوكي، لوحدها بدون مرور بفيز واحد، أو ممكن تمر بالعمليتين. خلينا نقول هذا يؤدينا إلى أنه يكون لنا more water soluble drug that are إيش prone to be eliminated by the kidney، وممكن أيضا أنه الكبد نفسه الكبد يعملنا elimination of unchanged drug by the liver in the bile. هاي وظيفة أخرى يقوم بها الكبد. إذا نأخذ تأثير الأمر على وظيفة الكبد، نشوف أنهم الأطفال اللي يولدون نقول بعد 40 أسبوع من الحمل، نشوف أنه بعد ما اكتمل عندهم وظيفة الكبد ويحتاجون 3-6 أشهر يلا نقول وظيفة الكبد عندهم تبدي نقول تصير كاملة. نقول بهذا الأمر راح يكون عندي incomplete liver function. نقول لذلك لي أمر 3-6 أشهر month يلا يبدي عندي يكمل عندي وظيفة الكبد. الأطفال اللي يولدون قبل هذا الوقت نقول مثلا يعني أكبر من 35 weeks، هذولا راح يحتاجون يعني وقت أكثر على مود أنه بعد الولادة على ما يتطور عندهم وظيفة الكبد وتصبح نقول الوظيفة الفعالة. كذلك عندنا الكبار، الفوق 65 سنة
يبدي عندي وظيفة الكبد فنقول تقل، شافوا انه راح يكون عندنا ايش decreased hepatic clearance ل some drugs، اكو ادوية معينة راح تقل فنقول الطرح مالته، راح يقل الميتابوليزم مالته. شلون؟ شافوا انه بزيادة خلينا نقول بزيادة العمر بعد 65 سنة الليفر ماس راح تبدي تقل، وكذلك الهيباتوسايت اللي بعدها موجودة هذولا راح تقل فعاليتها، راح تقل قابليتها على أيض الدواء. لذلك خلينا نقول بالعمر، خلينا نقول بعمر المريض هم يكون عندنا عامل محدد بالجرعة، لذلك ما راح نستخدم نفس الجرعة اللي بير كيجي خلينا نقول اللي نستخدمها بالأدلت، راح نستخدمها مثلا بالإلدرلي لأن نقول عنده قابلية أقل على أيض الدواء، وكذلك بالأقل من 3 أشهر 3 إلى 6 أشهر هذولا أيضا لازم نعطيهم جرعة كثير أقل مما نعطيه خلينا نقول للطفل عمره سنة. ليش؟ لأن وظيفة الكبد بعدها غير مكتملة بهذا العمر. إذا نجي ناخذ تأثير المرض على وظيفة الكبد، نشوف أنه عندنا نوعين من الأمراض الكبد اللي تؤدي إلى تقليل وظيفة الكبد للميتابوليزم، أو حتى خلينا نقول تؤدي إلى موت خلية الكبد الهيباتوسايت. هي عندنا الهيباتايتس بصورة عامة، وعندنا الليفر سيروسز. نشوف أنه بالهيباتايتس خاصة الأكيوت هيباتايتس، بالأكيوت هيباتايتس راح يصير عندي مايلد وترانزيت ديكريز إن دراج ميتابوليزم، يعني مايلد أوكي مايلد وترانزيت. هذا نقول الإفكت مال الأكيوت هيباتايتس عادة ما يحتاج إنه أقلل أو بدل الجرعة خلينا نقول مال الدواء اللي راح نستخدمه عادة. بينما إذا نتجه نحو الكرونيك هيباتايتس، راح نشوف إنه وظيفة الكبد خلينا نقول راح تتأثر. ليش؟ لأنه راح يصير عندنا irreversible hepatocyte damage، مثلا احنا نتحول من كرونيك الهيباتايتس الى السيروسز والاند ستيج ليفر ديزيز، راح نشوف انه وظيفه الهيباتوسايت شكل الهيباتوسايت نفسه راح يتاثر، راح تكون الخليه ان اكتف وما راح تقوم بدوره. من احنا خلينا نقول تصل عندنا مراحل متطوره من الكرونيك هيباتايتس، هذاك الوقت راح نحتاج انه نعمل دوزج موديفيكيشن لهذا الدواء مالتنا اللي خلينا نقول يحتاج الى هيباتيك ميتابوليزم. بالسيروسز، عندنا بيرمننت لوس اصلا، يعني خلينا نقول الخليه بعد ما خلينا نقول نوت فانكشنينج او احتمال انه الخليه داي، لذلك الهيباتوسايت مالتنا ما راح تقدر تقوم بعملها المعتاد اللي هو الميتابوليزم. لذلك بحاله هيباتيك سيروسز احنا usually need dosage modification، لازم خلينا نقول اي مريض عندنا هو عنده سيروسز لازم نقلل الجرعه مال الدواء اللي ينطرح عن طريق الكبد او اللي يحتاج له ميتابوليزم عن طريق الكبد. With long term hepatocyte damage patient or chronic hepatitis can progress to ايش الهيباتيك سيروسز، يعني اللي عنده فتره طويله بعد 20-25 سنة خلينا نقول من الكرونيك هيباتايتس راح ينتج عندنا السيروسز. يعني بحالة الكرونيك هيباتايتس احنا راح نكون ايش ايفنتشوالي راح يصير عندنا السيروسز، وخلينا نقول من صار السيروسز لازم نعمل دوز موديفيكيشن. ممكن بالكرونيك هيباتايتس ممكن انه نعمل دوز موديفيكيشن، ممكن انه ما نعمل. اذا نجي ناخذ التأثير الدقيق للأمراض على الهيباتيك ميتابوليزم، ممكن انه نقول عندنا 3 عوامل رئيسيه هي اللي تؤدي الى هذا التاثير. التاثير الاول انه بما انه الخليه الهيباتوسايت خليه الكبد راح تكون دامجت راح تتاذى، بهالحاله راح تكون غير قابله على تاديه وظيفتها الرئيسيه اللي هي ايض الدواء الميتابوليزم اوف دراج افيشنتلي، ولذلك القدرة الكامنة على طرح الدواء أو خلينا نقول التخلص من الدواء يسموها الانترنسيك كليرنس،
هذه راح نسبتها تقل، وبالتالي راح يقللنا ايش الهيباتيك كليرانس اوف ذا دراج، يعني كمية الدواء اللي خلينا نقول يصير بها فيرست باست افكت اوكي راح تقل. وبما انه كمية الدواء راح تقل، كمية الدواء اللي راح ينطرح او يدمر الاقل، هذا يؤدينا الى ايش increase bioavailability اوكي. يعني ال خلينا نقول الكبد بعد ما يقدر يقوم بعملية أيض اللي هو الـ active drug يحوله إلى inactive، الـ intrinsic clearance قدرة كامنة للكبد على التخلص من الدواء أو خلينا نقول تعطيل الدواء. يعني كمية الدواء اللي راح تبقى بداخل الجسم هي راح تكون خلينا نقول تظل أكثر مما بالشخص الطبيعي، لذلك هذا يؤدي لنا إلى إيش؟ increase bioavailability. كذلك إنه الدواء أول ما أعطينه، الدواء من أول ما أعطينه يروح على الكبد، جزء من هذا الدواء راح يتدمر. بما أنه عندي الـ intrinsic clearance قلت، إذا الـ bioavailability راح تزيد. ليش؟ لأن كمية الدواء اللي راح تصل للـ systemic circulation راح تزيد. هاي أول فعل. الفعل الثاني أنه الـ بالديزيز عندنا، خاصة بالكرونيك ديزيز، راح يكون عندنا يقلل حجم، لذلك هذا راح يؤدي لنا إلى إيش؟ إنه البلد فلو اللي راح يروح إلى الكبد راح يقل، خاصة بالسيروسز راح يصير عندنا تضيق بهاي الأرتريز والفينز اللي راح تروح على الكبد، هذا يؤدي لنا إلى إيش؟ إلى تضيق هاي الأرتري والفين، يؤدي لنا إلى قلة الدم الواصل الى الكبد. واصلا خلينا نقول هم خلينا نقول هاي السيلز اصلا هي بتبدي تصير نون فانكشنينج، هي بس عباره عن كونكتيف تيشو فايبرز، لذلك هاي راح تزيد اكثر من الانترا اورجان بريشر، راح تزيد الضغط، لذلك كميه الدواء الداخل راح خلينا نقول تقل، والبورتال هايبرتنشن راح يصير عندنا بورتال فين هايبرتنشن and shunting of the blood around the الكبد، يعني راح الدم راح يتخذ طريق ثاني شنت، بدل ما يمر على الكبد لا راح يعني يقول يعمل باي باس للكبد، ما كل الدم راح يروح الى الكبد. هذا خلينا نقول يؤدي لنا الى ايش؟ كميه الدواء اللي راح تدخل على الكبد، واللي ممكن انه احنا يعني كميه الدواء اللي راح تدخل على الكبد واللي يصير بها inactivation للدرج راح تقل، لذلك هذا ايضا يؤدينا الى ايش؟ زيادة الـ bioavailability. الشيء الثالث انه وظيفة الكبد ما بس الميتابوليزم، وانما ايش؟ افراز خلينا نقول عندنا البروتين، البروتينات الاهم بروتينين عندنا هو ايش؟ عندنا الألبومين والألفا الألفا 1 أسيد جلايكوبروتين، هذول عادة يرتبطون أوكي يرتبطون مع الأدوية، بحيث أنه أن الألبومين دائما يرتبط مع الأسيديك دراج، والألفا أسيد جلايكوبروتين يرتبطنا مع البيسيك دراج. من قل كمية هاي البروتينات الموجودة، هذول البروتينات هي وظيفتهم الارتباط، إذا الفري فراكشن مع الدراج راح يزيد، لذلك هذا ايضا راح يؤدي لنا الى ايش؟ انه يزيد بايفيلابيلتي اوف ذا دراج. بهاي الحاله اجين احنا راح نحتاج كميه اقل من الدواء على مود نحصل نفس الافكت. اذا نلخصها نقول اول شيء هو الانترنسيك كليرانس، يعني القابليه الكبد على تخلص من الدواء راح تقل، اذا البايفيلابيلتي راح تزيد. ثاني شيء كمية الدواء، كمية الدم الداخل إلى الكبد نفس الشيء هم راح تقل، هذا والبلد ياخذ له مسار ثاني كي بحيث انه يحاول يعبر الكبد، ولذلك ايضا كمية الدواء الواصلة إلى الكبد واللي راح يسيبها inactivation راح تقل، هذا يؤدينا إلى increase bioavailability. والشيء الثالث انه البروتينات المهمة اللي يفرزها الكبد اللي هي اهم شيء عندنا الالبومين والالفا والالفا 1 اسيد جلايكوبروتين، هاي راح تقل، هذا راح تؤدي لنا الى زياده الفري فراكشن مال الدرج، وهذه ايضا تؤدي لنا الى ايش؟ انكريز ذا باي افيلابيلتي. لذلك راح نحتاج في الكرونيك ديزيز مال الليفر الى ديكريز اوف
دوز اوف ذا دراج. هسه شلون اعرف انه الكبد مالتي واصل مرحله خلينا نقول انه خطيره بحيث انه احتاج دوز موديفيكيشن كبير؟ شلون اعرف انه الديزيز مالتي خلينا نقول او الحاله الكبد مالتي خلينا نقول متوسطه بحيث انه احتاج الى دوز موديفيكيشن متوسط؟ ما عندنا فحص واحد مثل ما كان عندنا بالرينال فانكشن، كنا نحسب الكرياتينين كليرنس وصلى الله وبارك وهذا وما نحتاج شيء ثاني. هنا بالكبد لا، ما عندنا هذا الشيء. ليش؟ ما عندنا سنجل لابوراتوري تيست يقول لنا يابا ترى انت وظيفه الكبد عندك متدهوره وانت تحتاج دوز موديفيكيشن. لا مو هذا. عندنا طريقه ثانيه اللي هي نسميها تشايلد بيو سكور. تشايلد بيو سكور هذا عبارة عن خمس فحوصات، كل فحص اوكي نعطي سكور من واحد الى ثلاثة حسب خلينا نقول السيفيريتي، ونجمع خلينا نقول هذه السكورات مال هذه الخمس فحوصات ونشوف ايش قد يعني راح ياخذ هذا المريض مالتنا. يا تشوفون الفحوصات اللي هي عندنا البيلروبين، عندنا الالبومين، عندنا البروثرومبين تايم، وعندنا الاسايتس، وعندنا الهيباتيك انسيفالوباثي. اذا تريدون تلخصوها بحيث انه دائما تتذكروها وما تنسوها، عندنا طريقة نلخصها بكلمة ABCDE. A B C D E. ال A للألبومين، ألبومين أوكي. ال B للبليروبين. ال C هو الكلوتينج اللي هو من البروثرومبين أوكي. ال D الديستينشن اللي هو الأسايتس، بالأسايتس عندنا ديستينشن. وال E للإنسيفالوباثي. إذا تريدون تحفظوها هكذا اوكي، اذا تريدون تحفظوهم كما هم هم مقبول، انه هي A للالبومين، البي للبيروبين، السي للكلوتينج فاكتورز اللي هو مثل البروثرومبين تايم، الدي للديستنشن، ليش ابو الاسايتس يصير عنده ديستنشن، والاي الانسيفالوباثي. هاي الخمس فحوصات المريض مالتنا نعطيه من واحد الى ثلاثة، واحد او اثنين او ثلاثة لكل وحدة من هذه ال diseases، وبالاخير نجمع السكور اللي ياخذه. فمثلا يعني اخذ اثنين هنا للالبومين، هنا اخذ اثنين اثنين اثنين، فبالاخير ايش يطلع لنا؟ اذا كلهم اخذ اثنين اخذ عشرة، وهكذا. هسه راح نشوف شلون نحسبها. قدنا بالتشايلد بيو عندنا خمس فحوصات اللي هي A B C D E، الالبومين، البليروبين، الكلوتينج اللي هو البروثرومبين تايم، وعندنا الدي ديستنشن للاسايتس، والاي للانسيفالوباثي، صح؟ قلنا نعطي سكور من واحد الى ثلاثة، نعطي سكور اوف واحد، سكور اوف 1 اذا كان الفحص مالتنا نورمال. اذا كان المودريتلي افكتد، المودريتلي ان ابنورمال، راح نعطي اثنين، وراح نعطي ثلاثة اذا كان سيفيرلي ابنورمال. اوكي؟ فراح نشوف كل وحده من هالفحوصات ايش قد راح يعطينا. فمثلا اذا المريض مالتنا كان كل الفحوصات عنده سيفير، اذا راح ياخذ ثلاثة على كل فحص، لذلك المجموع مالته راح يصير ايش قد؟ راح يصير 15، 3 في 5 15. راح نشوف انه المريض اللي نورمال ليفر فانكشن اوكي راح ياخذ واحد على كل فحص، لذلك راح ياخذ 5 من 15، بينما المريض اللي خلينا نقول سيفيرلي ايل راح ياخذ 15. ليش راح ياخذ 3 على كل فحص؟ 3 في 5 15. شلون احنا نعطي واحد او اثنين او ثلاثة؟ كيفنا؟ لا، عندنا جدول، هذا الجدول يخبرنا ايش قد راح نخلي للمالتنا. هذا الجدول اجين راح نعطيكم اياه ان شاء الله بالامتحان، فانت بس تشوف انه مثلا راح نعطيك التوتال البيروبين مال المريض ماتي، نعطيك اياه 2.5، فانت تشوف 2.5 ايش قد ينطي بكم بوينت، فراح انت لازم تنطي 1 بوينت اذا كان اقل من 2، وراح ننطي 2 بوينت
two points إذا كان البيلروبين بين الاثنين والثلاثة. إذا راح تطقيه هسه. إذا قلت لك كان توتال البيلروبين مال هذا المريض 2.5 فأنت راح لازم تطقيه 2 points. أما تطقيه 3 points فهو لازم يكون التوتال البيلروبين مالته أكثر من 3. هاي أول فحص. الفحص الثاني إذا نشوف أنه السيروم البيومين. السيروم البيومين إذا بالسؤال مطيتك أنه كان المريض عنده سيروم البيومين 4 فأنت شقد راح تنطي؟ أنت لازم تطعي 1 point. ليش؟ لأن بالجدول يقول لك إذا كان البيومين أكثر من 3.5 فراح تنطي 1 point. إذا كان بين 2.8 إلى 3.5 تنطي درجتين، وإذا أقل من 2.8 تنطي 3 درجات. نفس الشيء البروثرومبين تايم الكلوتينج إذا كان ال per second طبعا راح نعطيكم إياه. بالسؤال أعطيتك أنه البروثرومبين تايم كان 7 فأنت لازم هنا تنطي 3 درجات. أوكي. الأسايتس قال لك كان عنده moderate أسايتس فتنطي 3 درجات، وكان عنده hepatic encephalopathy severe فأنت تعطيه هنا 3 درجات. إذا عنده هنا 2 درجتين من ال total bilirubin هاي 2 points. اوكي. وعنده درجة واحدة من الألبومين هاي ايش قد؟ 3 3 و 3 من ال بروثرومبين تايم صار 6 6 و 3 من الأسايتس 9 9 مع الهيباتيك أخذ 3 من، إذا صار عندنا المجموع 12. هذا السكور اللي انطانا إياه بالسؤال. اوكي. هذا المطلوب من عندكم. أول خطوة هي هذه، نطلع الشايلد بيو سكور لهذا المريض. أنا راح أعطيك الجدول وراح أعطيك قيم مال المريض. أوكي. وأنت على أساسها تحسب أول شيء الشايلد بيو سكور. الخطوة اللي بعدها بالسؤال أنه إذا كان الشايلد بيو سكور مالتنا equal to 8 أو 9 فهذا يحتاج إلى إيش؟ moderate، يحتاج moderate decrease in dose. لازم أقلل الجرعة ب 25%، لازم أقلل الجرعة 25%. إذا كان child abuse score مالته 10 أو أكثر أحتاج إلى إيش؟ significant decrease للدوز وأقلل الدوز ب 50%. صح؟ إذا نلخص اللي قلناه بهذا الكم سلايد. child abuse score هو عبارة عن 5 فحوصات، الكل فحص أخلي درجة من 1 إلى 3 اعتمادا على الجدول اللي راح نعطيكم إياه. نشوف أنه اعتمادا على القيمة مع الفحص مع المريض ماتنا إيش كده راح نعطي سكور، راح نعطي 1 ولا 2 ولا 3. الشخص الطبيعي اللي normal function liver راح يأخذ 5. أوكي. الشخص السيفيرلي ill liver function ماته تعبان جدا راح يأخذ 15. أوكي. إذا الفحص مالتي طلع أقل من 8 يعني 5 6 7 ما أحتاج أي dosage modification، ما أسوي أي dosage modification. إذا طلع عندي الفحص مالتي 8 أو 9 أحتاج إلى moderate decrease للدوز، أقل الجرعة 25%. يعني مثلا كنت دا أنطي 1000 ملغرام فلازم إيش كده أنطي هسه؟ أعطي 750 ملغرام. أوكي. إذا كان عندي سكور 10 11 12 13 14 15، هالحالة أحتاج أنه أعمل significant dosage reduction وأقلل الجرعة ب 50%. فمثلا كنت أنطي جرعة 1000 ملغرام فلازم أنطي 500 ملغرام. مفهوم؟ الخطوة الأولى هو إيش؟ حساب child blue score، واعتمادا على child blue score راح نعمل dosage modification. إذا كان 7 فما دون ما أحتاج أي dose modification، إذا كان 8 أو 9 أحتاج إلى تقليل الجرعة moderate reduction moderate decrease 25%. إذا كان 10 إلى 15 فأحتاج إلى ال significant decrease 50%. مفهوم؟ نأخذ مثال عملي. إذا نعرف أنه الجرعة الطبيعية نقول للشخص يقول ما بي أي مشكلة كانت لدواء ينطرح 95% من هذا الدواء عن طريق
الميتابوليزم مالته عن طريق الكبد هو 500 ملي جرام كل 6 ساعات، والتوتال ديلي دوز كانت هي 2000 ملي جرام. اذا بدنا او ردنا نطعي هذا الدواء لشخص عنده هيباتيك ديسفانكشن وكان تشايلد بيو سكور مالته 12، بهالحالة ايش لازم اسوي؟ بما انه تشايلد بيو سكور مالتي 12، اذا احتاج significant dosage modification واحتاج اقلل الجرعة 50%. لذلك ال 2000 ملي جرام لازم ايش تصير؟ 50% يصير 1000 ملي جرام. لذلك يا اما راح انطي الدواء مالتي 250 ملي جرام 4 مرات باليوم، او انطي 500 ملي جرام مرتين باليوم. ومع هذا مع هاي الدوز موديفيكيشن ايضا لازم ايش اسوي؟ اعمل كلوز مونيتورينج للفارماكولوجيكال والتوكسيك افكت لهذا الدواء، لان احتمال انه هم ما يتحمل هاي الجرعه، لذلك لازم يضل اون كلوز مونيتورينج. انتبه طلاب انه لازم اسوي، خلينا نقول لازم انتبه انه الدواء مالتي هل هو ميتابولايزد مينلي باي ليفر ولا لا؟ اذا هو اصلا ما ميتابولايز باي ليفر، وحتى تشارلي بيو خلينا نقول سكور مالته كان 15، ما يحتاج دوز موديفيكيشن، ما يحتاج الليفر اصلا. لذلك فقط انتبهوا على هاي النقطة. محاضرتنا اليوم خلصت، محاضرة كانت ان شاء الله سهلة ومفهومة، ودمتم سالمين، مع السلامة.